تعلم كيف يمكنك إصلاح إطار السيارة التالف. تنظيف مكان القطع بطريقة جيدة عن طريق آلة مثبت بها حجر خشن يستخدم في تنظيف مكان القطع بالكامل. خياطة القطع حتى يتمكن من مقاومة الضغط. ثالثاً، إضافة صمغ مخصص لإصلاح الإطارات. إضافة مادة تسمى ببلستين أو جومة. إضافة مادة لتقوية اللحام من الداخل ويضاف لها البستين أو الجومة. أخيراً، الضغط عليها بواسطة ماكينة لحام بدرجات حرارة عالية حتى يصبح اللحام متماسك بدرجة عالية، ويفضل استخدام هذه الطريقة في أوقات الطوارئ فقط.